السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم في الفيديو ده إن شاء الله عن السقالات، الغرض منها هي المخاطر اللي ممكن تبقى موجودة فيها، المكان اللي بتتنصب فيه السقالات هل بيبقى ليه شروط، السقالات نفسها شروطها إيه، هنتكلم على مراحل تركيبها، هنتكلم على الحاجات اللي ممكن تأثر في تثبيت السقالة، هنتكلم على ازاي تعمل خطة فعالة عشان تثبت السقالة، هنتكلم ازاي تشيك على السقالات وايه هي انواع السقالات وايه هي المكونات اللي بتبقى موجودة في السقالة، هنتكلم على مراحل تركيب السقالة، وهنتكلم على ربط وتثبيت السقالات. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي ونقول ايه هو السقالة عامة، يعني ايه لما اشوف حاجة قدامي كده اقدر اقول عليها ان ده سقالة. السقالة ممكن نقول عليها ان هي منصة بتبقى موجودة في العمل، بتبقى مرفوعة على اعمدة خشبية او معدنية، التركيب بتاعها بيبقى بطريقة خاصة عشان التركيب ده يحمل او يشتال السقالة دي ويثبتها. بنستخدم السقالة دي في ايه؟ بنستخدم السقالة دي عشان تشتال العمال اللي بيشتغلوا في مكان عمل معين، لازم يعني هي بتتعمل عشان الناس اللي بتشتغل على ارتفاعات، وبتشتغل برضو السقالة دي في انها بتشتال المعدات المستخدمة والخامات اللازمة للشغل، زي مثلا العمل في تركيب حجر واجهات المباني او تثبيت حاجات في المباني العالية او ما الى ذلك. طيب مين اللي يصمم السقالة دي؟ لازم ان اللي يصمم السقالة دي يكون مصمم مؤهل، او بنقول عليه qualified person. طيب لما نيجي نبني السقالة دي، هل اي حد يبقى يشيك عليها او يفحصها؟ لا، السقالة دي لما تيجي تتبنى او تتفحص لازم تكون موجودة تحت اشراف فاحص سقالات مؤهل. الشخص ده بنسميه competent person. طيب ايه هي بقى انواع السقالات؟ نقدر نقول ان السقالات فيها انواع كتير، منها السقالات الهيكلية. السقالات الهيكلية دي اللي هي ممكن نقول عليها بالانجليزي frame scaffolds، سقالات هيكلية frame scaffolds. طيب السقالات الهيكلية او frame scaffolds دي مكوناتها ايه؟ دي بتبقى مكونة من الصلب، وبيبقى تركيبها بسيط وبتتركب بسرعة، بس لازم يكون السطح اللي بتركب عليه مستوي. برضو لو في المكان اللي هي بتركب عليه موجود، يبقى لازم ما يكونش فيه عوائق او حاجات ممكن تعنقل المارة في مكان العمل. طيب بنستخدمها امتى؟ بنستخدم السقالة الهيكلية او الفريم سكافولز دي في اعمال البناء والدهان. طيب ممكن نستخدمها في الاماكن اللي شكلها عامل ازاي؟ في الاماكن اللي هي بيبقى ليها اشكال مستطيلة. طيب دي اللي هي السقالات الهيكلية او فريم سكافولز. تاني نوع السقالات الانبوبية، ممكن نقول عليها بالانجليزي تيوب اند كلامب سكافولدز. السقالات الانبوبية تيوب اند كلامب سكافولدز. طب السقالات الانبوبية او التيوب اند كلامب سكافولدز دي بتستخدم في ايه؟ دي بنستخدمها في الاعمال الصعبة اللي ما ينفعش نستخدم السقالات الهيكلية فيها،
طب ليه ما ينفعش نستخدم السقالات الهيكلية في أماكن محددة؟ عشان ساعات بيبقى موجود في عوائق أو بيبقى في أماكن صعب الوصول ليها، فعشان كده ممكن نستخدم السقالة الأنبوبية أو tube and clamp scaffolds. طيب وقتها ممكن تركب بسرعة زي السقالة الهيكلية ولا بتاخد وقت طويل؟ لا، السقالة الأنبوبية دي بتاخد وقت طويل في تركيبها، مش زي السقالة الهيكلية، لا السقالة الأنبوبية دي بتاخد وقت أطول. طيب بنستخدمها فين؟ إيه هي الصناعات أو الأنشطة اللي نستخدم فيها السقالة الأنبوبية دي؟ بيقولك السقالة الأنبوبية أو تيوب أند كلامب سكافولدز دي بنستخدمها في الأعمال الصناعية ومصافي البترول. طيب بنستخدمها برضو في الأماكن الغير مستطيلة الشكل. طيب يعني احنا قلنا الأماكن مستطيلة الشكل دي بنستخدم فيها السقالات الهيكلية أو الفريم سكافولدز، بس السقالات الأنبوبية دي أو تيوب أند كلامب سكافولدز دي بنستخدمها في الأماكن الغير مستطيلة الشكل. طيب هي بتحتاج إيه؟ نقدر نقول إنها بتحتاج وقت أطول وخبرة أكتر عشان تركب، ده السقالة الأنبوبية، يعني مش أي حد يركبها ومش وقت قصير اللي تركب فيه. تالت نوع من السقالات اللي هي السقالات النموذجية أو modular system scaffolds. السقالات النموذجية modular system scaffolds. السقالات النموذجية دي أو modular system scaffolds دي بتستخدم في الأماكن ذات الأشكال المختلفة، يعني مستطيل على مربع على معرفش إيه، بس هي بتستخدم غالبا في الأشكال الغير مستطيلة، يعني أي شكل غير المستطيل السقالة دي بتستخدم فيه. طيب هل هي صعبة التركيب ولا سهلة التركيب؟ لا، السقالات النموذجية دي modular system scaffolds دي سهلة التركيب. طيب لازم يبقى في ناس محترفين عشان يركبوها، ولا ممكن الناس اللي هم يعني لسه يعني في بداية سلم الأعمال بتاعت السقالات تركبها؟ لا، بيقولك ان هي مش محتاجة متخصصين عشان تركب. طيب الأماكن بتاعت التركيب بتاعتها ثابتة؟ أماكن التركيب ثابتة. طب مدة تركيبها طويلة ولا قصيرة؟ لا، السقالات النموذجية دي بتركب في وقت قصير. رابع نوع من أنواع السقالات، السقالات المتحركة rolling scaffolds. السقالات المتحركة rolling scaffolds. السقالات المتحركة دي أو rolling scaffolds، السقالات دي أو النوع ده بيستخدم في أنهي عمليات بالظبط؟ نقدر نقول إن أكتر العمليات اللي بيستخدم فيها السقالات المتحركة اللي هي عمليات التركيبات الكهربائية. واحد هيركب مصابيح، هيوصل أسلاك في أماكن عالية طبعاً، أو هيركب مصابيح أو ما إلى ذلك. وعمليات الطلاء، يعني دهان بويات وصيانة أجهزة التكييف والتدفئة. طبعا التكييفات طبعا بتبقى محتاجة انها تركب في أماكن عالية، فالسقالات المتحركة دي بتفيد في الأنشطة دي. طيب السقالات المتحركة دي من اسمها هيبقى في عجل موجود في القاعدة بتاعتها، وليها وسائل تأمين عشان تثبت وتمنع حركة العجل ده أثناء العمل. طيب بتثبت إزاي العجل ده؟
يعني ممكن نحط جنبه حاجة أو في جهاز بيركب فيه أو ما إلى ذلك. المفروض إن العجل بتاع السقالة المتحركة بيبقى راكب فيه نوع مخصوص من الفرامل عشان يثبت العجلة نفسها ويمنع حركتها أثناء العمل. طيب دي السقالة من تحت بيبقى راكب فيها عجل. طب المنصة نفسها بقى اللي الناس بيبقوا واقفين عليها دي بتبقى موجود فيها ايه عشان الناس ما تقعش منها ويحصل إصابة؟ نقدر نقول ان المنصة نفسها بيبقى موجود فيها ضرب زين للحماية من خطر السقوط. يعني المنصة نفسها اللي الشخص بيبقى واقف عليها بيبقى متحوطة بسور، السور ده بنسميه ضرب زين عشان الناس ما تقعش من المكان العالي اللي هم موجودين فيه على السقالة. طيب في حواف برضو حوالين المنصة دي اللي الناس واقفين عليها عشان محدش يقع من على السقالة أو العدد والأدوات والمعدات ما تقعش من على السقالة، لا قدر الله ممكن تقع على حد أو ما إلى ذلك وتعمل إصابة. خامس نوع من أنواع السقالات السقالة المعلقة أو بالإنجليزي suspended scaffold، السقالات المعلقة suspended scaffolds. ايه هي بقى السقالات المعلقة او الـ suspended scaffolds دي؟ بيقول لك دي بتستخدم غالبا عشان الناس اللي بينظفوا الواجهات الزجاجية، تلاقي مثلا ناطحة سحاب او برج كبير بيبقى جزء منه بالكامل واجهة او مكان او جانب منه معمول من الزجاج. فالسقالات المعلقه دي مهمتها تنظيف الواجهه الزجاجيه دي، وساعات بتستخدم لتشطيب الواجهات بتاعه المباني. طيب دي بتتحمل قد ايه؟ حبال ربط السقاله المعلقه، الحبال اللي بتتربط فيها السقاله المعلقه لازم تتحمل 6 أضعاف الوزن الكلي للسقالة. يعني لو السقالة وزنها مثلا 100 كيلو مثلا، يبقى الوزن الكلي ليها يبقى لازم الحبال تستحمل 600 كيلو مثلا بفرض يعني. واللي بتتضمن الحمولة الكلية بقى للسقالة ايه مكوناتها؟ وزن السقالة وحمولتها من الأفراد. يعني احنا لما نيجي نحسب الوزن الكلي للسقالة مش هنحسب الحديد والمنصة والدرابزين والأدوات دي بس، لا احنا بنحسب كمان الأفراد اللي هيبقوا متواجدين في السقالة دي أوزانهم. طيب وزن السقالة وحمولتها من الأفراد، الحبال اللي شايلاهم زي ما اتفقنا لازم تتحمل على الأقل 6 أضعاف الوزن الكلي للسقالة. طيب سمك الحبل نفسه بقى، تخانة الحبل نفسه أو السماكة بتاعته تبقى قد إيه؟ بيقولك الحبل نفسه ما يقلش عن 9 مليمتر، الحبل ما يقلش عن 9 مليمتر. طيب الناس بقى اللي موجودين في السقالة دي نأمنهم ازاي؟ بيقول لك ان الناس اللي موجودين في السقالة لازم يكونوا مربوطين بحزام باراشوت في مكان خارج السقالة. يعني السقالة دي لو لا قدر الله انهارت او وقعت
او يعني هم وقعوا منها او ما الى ذلك، ما يبقوش متعلقين في السقالة نفسها، لا يكونوا متعلقين في مكان خارج او مستقل عن السقالة. طيب معامل الامان للسقالة دي 1:4. نيجي بقى على مكونات السقالة. يعني احنا لما بنشوف سقالة بيبقى فيها اجزاء طويلة رفيعة، ايه هي الاجزاء دي واسمها ايه، وممكن لو قلنا معناها بالانجليزي ممكن يبقى عامل ازاي او نقوله ايه، فهنشرح الكام نقطة دي. اول حاجة، في حاجة اسمها حاجز دربزين علوي او التوب ريل. حاجز دربزين علوي توب ريل، حاجز دربزين علوي توب ريل. تاني حاجة اسمها حاجز دربزين في المنتصف، باللغة الانجليزية ميد ريل. حاجز دربزين في المنتصف ميد ريل، حاجز دربزين في المنتصف ميد ريل. في بعد كده حاجز القدم. حاجز القدم ده بنسميه باللغة الإنجليزية توي بورد. حاجز القدم توي بورد، حاجز القدم توي بورد. بعد كده في حاجة اسمها منصة العمل بلاتفورم. منصة العمل باللغة الإنجليزية بنسميها بلاتفورم. منصة العمل بلاتفورم. طيب في بعد كده حاجة اسمها قوائم السقالة. قوائم السقالة دي الاكسبريشنز او المصطلح بتاعها ستاندردز. قوائم السقالة باللغة الانجليزية ستاندردز. قوائم السقالة ستاندردز. طب في حاجة اسمها حواجز تقوية السقالة. حواجز تقوية السقالة دي اسمها بريسنج. حواجز تقوية السقالة بريسنج. حواجز تقوية السقالة باللغة الإنجليزية بريسنج. في بعد كده حاجة اسمها قاعدة السقالة. قاعدة السقالة دي اسمها بيز سيكشن. قاعدة السقالة بنسميها بيز سيكشن. قاعدة السقالة باللغة الإنجليزية بيز سيكشن. بيبقى برضو ملحق بالسقالة سلم بنسميه لادر. السلم باللغة الإنجليزية لادر. السلم بنسميه لادر. بعد كده في جاك. الجاك ده بيبقى موجود للتحكم في ارتفاع السقالة، بنسميه باللغة الإنجليزية يونيفرسال جاك أو بن. يبقى جاك التحكم في ارتفاع السقالة بنسميه باللغة الإنجليزية يونيفرسال جاك، أو ممكن نقول عليه بن. جاك التحكم في ارتفاع السقالة جاك أو يونيفرسال جاك، أو ممكن نسميه نقول عليه بن. طيب ناخدها واحدة واحدة. إيه الكلام اللي احنا قلناه ده؟ والمصطلحات دي يعني ممكن يبقى معناها ايه بقى بحبة شرح بسيط.
نقدر نقول ان قواعد السقالة اللي كنا قلنا معناها بيز بليتس، قواعد السقالة دي او البيز بليتس بتعتمد قوتها او قوة السقالة ومتانتها على قواعد تثبتها، وكمان الارض اللي ثبتت عليها. كمان لازم نوفر الواح مناسبة تحت رجل السقالة، ولازم نثبتهم كويس جدا بقوة عشان متانة السقالة بتعتمد على قواعدها. في حوادث كتير بتحصل بتؤدي لانهيار السقالات، كان سبب انهيار السقالة ضعف قواعدها. طيب لما نيجي نثبت الألواح تحت رجل السقالة، أي ألواح بنستخدمها ولا في ألواح محددة يحبذ ان احنا نستخدمها؟ بيقولك ان احنا بنفضل ان احنا نستخدم الواح للوقاية من الوحل او المطسل، بحيث تمتد مسافة 9 بوصة من كل جانب، يعني من كل جانب كده اللوح يكون ممتد لمسافة 9 بوصة من كل ناحية. طب سمك اللوح ده يبقى قد ايه؟ اللوح ده سمكه ما يقلش عن 2 بوصة. لوح الوقاية اللي بيتحط تحت الرجل ما يقلش سمكه عن 2 بوصة. طب عرضه ما يقلش عن 10 بوصة. عرض اللوح اللي بيتحط تحت الرجل للوقاية من الوحل ما يقلش عن 10 بوصة. طيب نيجي بعد كده على عجلة السقالة المتحركة، دي بنسميها كاستر. عجلة السقالة المتحركة كاستر، عجلة السقالة المتحركة بنسميها كاستر. السقالة المتحركة بيبقى ليها قاعدة برضو، بس القاعدة دي بتبقى عبارة عن عجل. طب العجل ده نشيك عليه ازاي او يبقى مطابق للمواصفات ازاي؟ لازم نتأكد ان الفرامل بتاعته بتشتغل بكفاءة تامة، ولازم نكون متأكدين ان الناس بتستخدمها لاستخدام صحيح وهي شغالة على السقالة. يبقى العجل لازم نتأكد من الفرامل بتاعته بصفة أساسية. طيب بعد كده ندخل على قوائم السقالة أو الستاندردز. قوائم السقالة دي بتبقى أعمدة بتبقى موجودة في السقالة، وهي أساس السقالة، وبتبقى مكونة من المعدن، ولازم نتأكد من سلامة المواسير اللي احنا هنستخدمها، وان ما يكونش فيها اي شرخ او اي كسر او اي لحامات او اي صدأ. يبقى واحنا بنشيك او بنفحص قوائم السقالة او الستاندردز، قوائم السقالة اللي هي الستاندردز، تكون خالية من اي لحامات، اي كسور، اي صدأ، اي شروخ. طيب نيجي بعد كده على حواجز التقوية او بنسميها
بريسنج، حواجز التقوية أو البريسنج. نقدر نقول إن هي أنابيب قطرية بتبقى مربوطة في هيكل السقالة بواسطة حاجات ربط خاصة أو مرابط خاصة بنسميها كلامبس، وسائل الربط الخاصة دي كلامبس. طب زوايا الربط بتاعتها كام؟ زوايا الربط بتاعتها بتبقى 35 أو 55. زوايا الربط بتبقى موجودة على زاوية 35 أو 55. زوايا ربط الكلامبس 35 أو 55. طيب حواجز التقوية دي مهمتها إيه؟ أهم خاصية في حواجز التقوية هي منع حركة السقالة. طب منع حركة السقالة دي يعني هتأثر على إيه تاني؟ مجرد إن السقالة ما تتحركش بس ولا حاجة تانية؟ لا، بتأثر برضو على متانتها وقوة تركيبها. طيب كل ما نزود أعداد قوائم التقوية كل ما تزيد متانة السقالة. يبقى هتزود قوائم التقوية في السقالة يبقى أنت سقالتك أمتن من السقالات قوائم التقوية بتاعتها قليلة. طيب إيه اللي بتساعد فيه برضو حواجز التقوية؟ بتساعد قوائم التقوية أو حواجز التقوية في منع ميلان السقالة، يعني السقالة تبقى متماسكة أكتر، ما تملش يمين أو ما تملش في أي جهة تانية. طيب لو هنركز مع السقالات الإطارية، احنا بنركب قوايم تقوية عند كل مربط، والسقالات الأنبوبية والسقالات الحديثة عند مسافة 6 قدم و6 بوصة. يبقى السقالات الإطارية بنركب قوائم التقوية فيها عند كل مربط، بس السقالات الأنبوبية والسقالات الحديثة بنركبها عند مسافة 6 قدم و6 بوصة. تاني، السقالات الإطارية بيتم تركيب قوائم التقوية عند كل مربط، بس بخصوص السقالات الأنبوبية والسقالات الحديثة بنركبها اللي هي قوائم التقوية عند مسافة 6 قدم و6 بوصة. ندخل بعد كده على منصة العمل أو البليد فورم. إيه هي منصة العمل أو البليد فورم؟ أو حبة شرح كده صغير نقدر نفهم منه منصة العمل أو البليد فورم دي بتعمل إيه أو حكايتها إيه. نقدر نقول إن منصة العمل أو البليد فورم دي هي المكان المخصص عشان الناس تشتغل عليه، وبيكون معمول يا إما من الخشب أو المعدن. طب إيه هي أكتر المعادن اللي بتستخدم فيها المنصة دي؟ ممكن تستخدم من الألومنيوم. طيب الأخشاب دي المكونة للمنصة سمكها بيبقى قد إيه؟ سمكها بيبقى في حدود 2 بوصة. الاتنين بوصة دي ما يقارب 5 سنتيمتر. يبقى السمك بتاع المنصة لو هي خشبية، الأخشاب المكونة للمنصة بتكون سمكها 2 بوصة أو 5 سنتي. الأخشاب اللي بتبقى موجودة في منصة العمل سمكها 2 بوصة أو 5 سنتي. طب ده السمك،
العرض بقى بيبقى قد ايه؟ العرض بيبقى في حدود 10 بوصة او ما يقارب 25 سنتي. يبقى قلنا السمك 2 بوصة، العرض 10 بوصة او 25 سنتي. العرض 10 بوصة او 25 سنتي. طيب المسافة بين الاخشاب اللي موجودة في المنصة، يعني تبقى المسافة المسموح بيها بين الخشبة والتانية، المسافة دي بتبقى يعني في حدود قد ايه؟ المسافة اللي ما بين كل منصة او كل المسافة ما بين كل لوح خشب والتاني ما تزيدش عن 2.5 سنتي او بوصة واحدة. يبقى المسافة بين لوحين الاخشاب المكونة للمنصة ما تزيدش عن 1 بوصة او 2.5 سنتي. طيب اقل عرض بقى للمنصة، يعني المنصة اقل حاجة مسموحة انها تبقى مكونة بيها المنصة دي، لازم المنصة ما تقلش عن 18 بوصة تقريبا في حدود 45 سنتي. يبقى المنصة ما تقلش بأي حال من الأحوال عن 18 بوصة، ده العرض بتاعها، عرض المنصة ما يقلش عن 18 بوصة أو في حدود 45 سنتي. عرض المنصة ما يقلش عن 18 بوصة أو في حدود 45 سنتي. طيب المسافة بين بقى مقدمة السقالة وبين الحائط اللي مسنودة عليه ما تزيدش عن كام؟ يبقى المسافة ما بين مقدمة السقالة وبين الحائط اللي مسنودة عليه ما تزيدش عن 14 بوصة او تقريبا 35 سنتي. يبقى المسافة بين مقدمة السقالة وبين الحائط اللي السقالة مسنودة عليه ما تقلش او ما تزيدش عن 14 بوصة او تقريبا 35 سنتي. ثالث مرة، ان المسافة بين مقدمة السقالة وبين الحائط المسنودة عليه ما تزيدش عن 14 بوصة او 35 سنتي. طيب في حالة عدم تثبيت الاخشاب المكونة لمنصة السقالة، يعني لو الاخشاب دي مش متثبتة، طب نعمل ايه او في اجراء تاني ممكن نعمله لو احنا مش هنثبت الخشب الموجود على السقالة؟ بيقولك لو انت مش هتثبت الخشب الموجود في منصة السقالة دي يبقى لازم تكون بارزة من كل طرف بمسافة ما تقلش عن 6 بوصة، يعني في حدود 15 سنتي، وما تزيدش عن 12 بوصة، يعني تقريبا 30 سنتي. يعني لو انت مش عايز تثبت المنصة او اخشاب المنصة على السقالة يبقى لازم يكون كل طرف من اطراف المنصة في حدود ما يقلش عن 6 بوصة اللي هو 15 سنتي، وما يزيدش عن 12 بوصة 30 سنتي. يعني من 6 ل 12 بوصة الاطراف اللي بارزة من كل طرف من اطراف المنصة، من 6 ل 12 بوصة او من 15 ل 30 سنتي. طيب لما نيجي نوصل اخشاب المنصة فوق بعض، بيقولك ما تقلش مسافة وضع كل لوح على الاخر عن 12 بوصة تقريبا 30 سنتي. يعني لما تيجي تحط اخشاب المنصة فوق بعض ما تقلش مسافة وضع كل لوح على الاخر عن 12 بوصة،
يعني تقريبا 30 سنتي. طيب اقصى طول للخشب ما يزيدش عن كام؟ الخشب ما يزيدش عن 10 قدم. بالنسبة للسائلات الخفيفة، يبقى في السائلات الخفيفة الخشب ما يزيدش عن 10 قدم. في السائلات الخفيفة الخشب طوله ما يزيدش عن 10 قدم. طيب السائلات المتوسطة ما يزيدش عن 8 قدم. طول الخشب في السائلات المتوسطة ما يزيدش عن 8 قدم. طول خشب المنصة في السائلات المتوسطة ما يزيدش عن 8 قدم. طيب أما بقى السائلات التقيلة ما يزيدش عن 6 قدم. طول خشب المنصة في السائلات التقيلة ما يزيدش عن 6 قدم. طول خشب المنصة في السائلات التقيلة ما يزيدش عن 6 قدم. طيب نيجي بعد كده للدرابزين، او بنسميه جارد ريل. الدرابزين جارد ريل، الدرابزين بنسميه باللغة الانجليزية جارد ريل. طيب ايه هو الهدف الاساسي من وجود الدرابزين ده؟ الدرابزين ده موجود عشان يحمي العاملين اللي موجودين على المنصة من خطر ان هم ممكن يقعوا او ممكن يسقطوا من على السقالة. طيب نيجي بعد كده نتكلم على السلم بتاع السقالة او اللادر. سلم السقالة باللغة الانجليزية لادر. بيقولك ان السلم ده احنا بنستخدمه عشان التنقل بين منصات العمل المختلفة. طب السلم ده، السلم ده ألف به فحص وألف به تركيب، وأهم حاجة فيه إنه يكون مثبت بشكل جيد. يبقى لازم في السلم الموجود على السقالة إنه يكون مثبت بشكل جيد. طيب في السلالم النقالي، ده لا يسمح باستخدامها في حالة لو زاد ارتفاع المنصة عن 12 قدم. يبقى السلالم النقالي ما ينفعش نستخدمها لو كانت المنصة ارتفاعها اكتر من 12 قدم. قلنا تاني، السلالم النقالي مينفعش نستخدمها في حالة إن المنصة ارتفاعها أكتر من 12 قدم. طيب لو أنت هتستخدم السلالم النقالي، يبقى لازم تسيب مسافة من السلم فوق المنصة ما تقلش عن 3 قدم. نقول تاني، لو هتستخدم السلالم النقالي، يبقى لازم يكون ارتفاعها او لازم تكون موجودة اعلى المنصة بمسافة ما تقلش عن 3 قدم. يبقى السلالم النقالي لو هتستخدمها في السقالة لازم تكون اعلى من المنصة بمسافة ما تقلش عن 3 قدم. طيب السلالم الثابتة بقى دي اللي الناس بتفضل استخدامها في السقالة. بس انهي سقالة؟ السقالات اللي ما يزيدش او السقالات، انا اسف، اللي يزيد ارتفاعها عن 12 قدم. يعني اي سقالة ارتفاعها اكتر من 12 قدم يبقى لازم نستخدم السلالم الثابتة. السقالات اللي ارتفاعها اكتر من 12 قدم
نستخدم فيها السلالم الثابتة. طب السلالم الثابتة دي بيبقى في فرق بين كل سلم والتاني، حاجة اسمها بسطة. بيقولك إن كل 30 قدم لازم تعمل بسطة، بعد كل 30 قدم في السلم تعمل بسطة. البسطة بيبقى ارتفاعها قد ايه؟ بعد ارتفاع السلم لمسافة 30 قدم تعمل بسطة وبعد كده تكمل. طيب احنا كده عرفنا مكونات السقالة، هنتكلم على ازاي نركب السقالة، وبرضو ازاي تربط السقالة، وايه هي الحاجات اللي بتأثر على تثبيت السقالة، وهنتكلم برضو ان شاء الله على فحص السقالة. كل ده ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل بإذن الله في الحلقة الجاية. شرفتونا، ويا رب تكونوا استفدتوا، ونسألكم الدعاء، وما تنسوناش بتشير الفيديو ده والكومنت او اللايك، ولو في اي استفسار يسعدنا كتابته والرد عليه ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو عجبك الكلام اللي احنا قلناه، لو سمحت اشترك في القناة وشير الفيديو عشان تساعدنا نعمل محتويات تانية. If you like this subject, please subscribe to the channel and share this video to help us create more contents.